رياضة. برافو. ممارسة الرياضة، حلوة. هنا بيقول لي أكمل، عايزين نكمل. الفكرة هي عمل إيه؟ الفكرة اللي جات لهم كانت إيه؟ آه برافو، عمل مجلة حائط. يبقى عمل مجلة حائط. برافو. طب هتعرفهم بإيه؟ للتعريف بإيه؟ بأهمية الرياضة. برافو، أهمية الرياضة. حلو. استخرج من القصة مفرد فكر. فكر؟ فكرة. برافو، فكرة. جمع زميل، زملاء. تمام، زملاء. طيب تخيل انك بطل القصة دلوقتي. كل واحدة فينا شايفة الدرس دوت، هتتخيل ان هي البطلة بتاعة الدرس، بتاعة القصة. وفكري ماذا ستفعلين؟ انا هعتبر نفسي انا البطلة وهفكر. هفكر، هو فكر وعمل مجلة حائط. انا بقى هفكر وهعمل موضوع في الإذاعة المدرسية. ايه رأيكم؟ حلو؟ او ممكن اعمل مطوية، حاجة كده اوزعها عليهم ويعرفوا اهمية الرياضة. في افكار كتير، كل واحد يعمل الفكرة اللي تجيله. انا هنا هكتب ان انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ موضوع في الإذاعة المدرسية. هخليهم كلهم يسمعوني وانا بقولهم على اهمية الرياضة في الاذاعة المدرسية. تعالوا نشوف اخر سؤال معانا بيقول ايه. اكمل ما يلي. مديني كلمات في النجوم الحمراء ديت، بيقول لي انتظام الزملاء، تقدير، التزم، فكرة. تعالوا نشوف. قرر نقط ان يقوموا. قرر مين؟ مين اللي بيقرر؟ عنده عقل هنا الزملاء، بيتكلم على حد عقل بيقرر. يبقى قرر الزملاء ان يقوموا بتنفيذ، برافو، فكرة تشجع الاطفال على تناول الطعام الصحي. يبقى احنا لا نختار، نحطه في النقط. انا اخترت قرر مين؟ قرر الزملاء. هكتب الزملاء هنا. أن يقوموا بتنفيذ إيه؟ فكرة. برافو، فكرة، فكرة. طيب وبالفعل اجتمعوا أسبوعيا بإيه؟ بإيه؟ أنا مش عارفة بإيه. بيجتمعوا على طول أسبوعيا، يبقى بانتظام. بانتظام، برافو. وكل فرد نقط بدوره. التزم ولا تقدير؟ اه طبعا التزم اهو، التزم بدوره. حتى قاموا بتصوير مسرحية قصيرة وعرضوها على الانترنت لتحث الاطفال على تناول الطعام الصحي. وتقدير، هي اصلا اللي فضلة، وتقدير اهمية الجسم الصحي. فعلا مناسبة جدا الكلمة دي. وبكده يبقى خلصنا تدريبات الدرس الجميل دوت بتاع انا قوي. حد يعرف عكس قوي؟ مضاد قوي؟ ضعيف. طب جمع قوي؟ اقوياء. برافو. طيب لما يقول لي انس معروف بحبه الشديد، عكس حبه كرهه. فعلا. طيب انتظام اللي بلونها بالاحمر دي، الانتظام يعني انا مستمر على طول، عكسها انقطاع، بيعمل شويه وينقطع شويه. طيب وكلمه لا يقدرون يعني لا يعرفون القيمه. انا بقول لكم معاني الكلمات اللي لونها احمر ديت. تمام. يبقى ايه اللي هيخلينا قويين؟ ايه؟ ممارسه الرياضه باستمرار، بانتظام زي ما قال الدرس دوت. في كذا طريقة نعلم بيها أصحابنا اللي إيه؟ مش منتظمين على الرياضة. في كذا طريقة.
هنا عملوا مجلة حائط، ممكن أعمل مطوية، ممكن أعمل إذاعة مدرسية، ممكن أعمل إعلانات في التلفزيون، في الراديو، في أفكار كتير، كل واحد ممكن تجيله فكرة. لكن المهم في الدرس دوت أو اللي بيقول عليه الدرس دوت هو ممارسة الرياضة. عايزين يا رب إحنا نتعلم الحاجة والإيه؟ وننفذها. اتعلمنا إن الرياضة مهمة، يبقى إحنا كمان نمارس الرياضة بانتظام. أشوفكم الدرس الجاي.